اللي ما كانتش موجودة. فالجزء اللي فات هيبقى موجود ليه تسجيل وهيتبعت لحضراتكم، وهبعت لحضراتكم الميل مرة تاني للتواصل. الماوس في حالة عدم وجود طريقة للبوستر أو طريقة فارماكوبية للبوستر من بره، يعني ممكن الناس نقول اللي كده. متواجدة معانا نحاول نعمل يعني هو اصلا احنا عندنا في الفراسه ما بيعملوا ايه؟ مثلا بيجي لهم دواء يعملوا له دراسه، يروحوا يدوروا الاول على بيبر منشوره على الدواء ده، والله لو لقوا كده منشورة بيستخدموها هي في ناس هي انا مش عارف اعمل بيحطوا ميوت من تحاليل عندي ويسحبوا وصوتهم العلامة طالع، الصوتية، هم اللي بيدوروا على حاجة من كل الفرن واحد السباكش. اللي فيه اصوات طالعه بس والناس كلها سامعه. اتاكد ان في اصوات طالعه وفي ناس سامع. ايوه شكرا، علشان بس يعني لو حد مش واخد باله يعني ياخد باله ويعرف صوته طالع. كل واحد يتاكد ان المايك بتاعه مقفول، وبأكد الجزء الأولاني هيتبعت لحضراتكم. هنبعت الميل بس، وهنبعت لكم، هنبعت على الميلات اللي حضراتكم سجلتوا بيها، الميلات اللي حضراتكم سجلتوا بيها هنبعت لكم الجزء الأولاني. هو دلوقتي ما بيسمحش بأكتر من 50 دقيقة، فإحنا هيبقى قدامنا 50 دقيقة تانية بس. فإحنا معانا 50 دقيقة، فهنحاول إحنا لسه هنكمل في شوية حاجات تانية خفيفة كده هنقول عليها، و مش عارف لو عندي وقت أنا ممكن أعيد اللي فات بسرعة نشوف رأي حضراتكم إيه. اوكي الجزئية او الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه ان انا اقدر اعمل فيرتشوال ديسكتوب. انا ممكن يبقى عندي اكتر من ديسكتوب، ولا نبتدي من الاول قبل الفيرتشوال ديسكتوب. احنا اتكلمنا عن اخفاء الايقونات على سطح المكتب، ده لما بحب انا اعمل برزنتيشن بالشكل ده مثلا ممكن اكليك بالزر الايمن للماوس واختار من قائمة فيو شو ديسكتوب ايكون. لما بحب اعمل عرض ولا حاجة المفروض ما حدش يشوف ملفاتي، فبكليك على اليمين وفيو اشيل علامة الصح، بكليك عادي عليها بالزر الايسر بتروح الايقونات، بترجع تاني ازاي برضه كليك بالزر اليمين فيو بالشمال المرة دي شو ديسكتوب. اعيدها تاني، هي سهلة مش محتاجة إعادة. فكليك يمين على أي حتة فاضية في الديسكتوب، ما تجيش على ملف يعني، على أي جزء فاضي هتطلع لي قائمة فيو. من قائمة فيو أدوس على علامة الصح بتاع شو ديسك توب ايتون، ديسك توب ايكونز اسف، هتختفي من قدامنا. ارجعها تاني ولا كفايه؟ متهيألي كفايه. الجزئيه التانيه اللي اتكلمنا فيها وهي الفيرتشوال ديسك توب. انا عندي اكتر من ديسك توب زي ما قلنا كده. انا كنت فاتح براوزر من هنا عليه مثلا موقع الكلية اتكلمنا عنه، ولو جيت هنا لقيت الديسك توب اللي فيه البرزنتيشن اللي كنا عاملينه وفيه عنوان البريد الإلكتروني بتاع مركز كمبيوتر كلية صيدلة،
دايركتور مدير المركز استاذ دكتوره مها عكازي، وهنبعت لحضراتكم شهاده، بس هنترجى حضراتكم رجاء انكم تبعتوا لنا ميل في الاسم باللغه الانجليزيه كامل. في الريجستريشن كان نكتبه كده، يعني هو عندنا في الريجستريشن بس عشان الشهاده هتطلع فورمال شويه فيتكتب الاسم كامل، والبريد الالكتروني برضو نتاكد منه علشان هنبعت لحضرتكم الشهاده عليه. انا بعيد الكلام ده لان في ناس دخلت في الجزء الثاني ما كانتش موجوده معانا في الاولاني، فمعلش انا بعيد الكلام وبخلي السلايد دي تاني، وانا عارف ان في ناس شافتها قبل كده ويمكن تكون يعني تقول هو ليه جايبها تاني، لكن انا حطيتها على اساس ان الناس اللي ما كانتش موجوده في الجزء الاولاني وكانت موجوده في الجزء حاضر. الثاني، برجاء من حضراتكم تكتبوا الايميل ده وتبعتوا لنا الاسم كمان بالكامل شوية حاضر. و البريد الالكتروني. في صوت طالع بعد حضراتكم، تاكد ان المايك مقفول، برضو مش قادر اتابع برضو. وزي ما قلت انا عملتها لحضراتكم وانا اقدر اتحرك بكنترول ويندو والاسهم، كنترول ويندو والاسهم، اجيب الكيبورد كنترول ويندو، كنترول ويندو ثاني مثلا اهي، كنترول ويندو هي الحقيقة بقى، بس ما تقولوش ان انا قلت لكم الكلام ده، الحقيقة هي مش معمولة عشان كده. هي مش معمولة علشان كده. هي معمولة ليه؟ هي معمولة علشان المدير لما يجي وانا اكون بلعب جيم اقدر احول من الجيم للشغل ومن الشغل للجيم من غير ما يبان تحت، انا هنهي بس السلايدز، من غير ما يبان تحت انا بعمل ايه. لما بسويتش من ديسكتوب للتاني مش بيبان انا مشغل جيم ولا لا، يعني غير المينيمايز والماكسيمايز. وبتيجي منين؟ هي موجودة تحت في تاسك بار شريط المهام اهي اللي انا واقف عليها بالماوس، ادوس عليها ممكن اعمل نيو ديسكتوب من هنا واشتغل عليها وهكذا، ممكن اعمل واحده ثالثه ورابعه وخمسه وهكذا. يبقى ده بالنسبه ل حته الفيرتشوال ديسكتوب. طيب في ايه تاني اتكلمنا عنه او هنتكلم عليه برضه تاني؟ الايرو تشيك، لو انا فاتح اكتر من حاجه هنقولها تاني مش مشكله، لو في ناس حاضره ما تتضايقش، التكرار مش وحش. لو انا فاتح اكتر من تطبيق وعايز أركز في حاجة واحدة علشان الدنيا ما تبقاش زحمة معايا، اللي أنا عايز أركز عليه بدل ما أنا أعمل مينيمايز لو هما كانوا 10 تطبيقات اروح على كل واحد واعمل له مينيمايز واخليه واجي الواحد واكبره، لا اللي انا عايز اخليه وليكن الاكسل، اجي عند التايتل بار في اي حته فاضيه فيه ادوس بالزر الشمال للماوس اهزه تمام كده، عايز ارجع الوضع زي ما كان بنفس الطريقة اللي عملتها بيه
في اي مكان فاضي، كليك على الزر الشمال للماوس، جهز كله رجع على فكرة بما فيها. تاني مرة لو عايز برضو. تمام كده، رجع تاني. دي اسمها ايرو تشيك، على اساس بتسهل لي الامور شوية. مش عارف لو حضراتكم شايفين ان نعيد جزء من الكلام الاولاني بالنسبة للناس اللي موجودة، علشان الحقيقة الموضوع مهم شوية، فانا ممكن نعيده بسرعة. احنا اتكلمنا في البداية عن كليبورد هيستوري. كليبورد هيستوري دي بدل ما بنعمل كوبي وبيست، لا انا اقدر ان انا هذا يعني بيست دايما بتعمل لي اخر كوبي انا خدته، ولكن في الكليبورد هيستوري لا، انا ممكن اخد اكتر من كوبي، واقدر ان انا اعمل له بيستنج في، اقدر اختار اللي هعمل له بيستنج منه. نحاول نفتح اي حاجه ناخد منها كوبي. لو جيت أنا على هذا الجزء وولت كوبي، دي أول واحد. جزء تاني كوبي، جزء تالت برضو كوبي. لو جيت في مثلاً نيو فايل، بدل ما كنت بعمل كنترول في، لأ هعمل ويندو في، هتظهر لي الكليبورد هيستوري، واقدر ان انا اختار انهي جزء هعمل له بيستنج، وليكن الجزء ده. بحاول اخلي الكيبورد قدام حضراتكم. اهو تمام كده. اي جزء انا عايز اختاره، مجرد ما اقول ويندو في، مش بس كده لا، ده لو انا طفيت الجهاز وولعته ايه اللي بيحصل؟ انا بتكلم بالراحة بس عشان لو الصوت بيقطع. ايه اللي بيحصل لما بطفي الجهاز وولعه؟ ما اقدرش اعمل بيستنج غير لما اعمل كوبي تاني. لا، في الحاله بتاعتي لو انا قلت ويندو في، الجزء اللي عايز اثبته وليكن نتشرف ده، يعني لو في دباجه معينه انا دايما بحتاجها من الثلاث نقط دول، بدوس بالماوس بالزر الشمال واختار بين. بتعمل ايه بين؟ ان انا بثبتها
لو انا عملت ريستارت وجيت اقول ويندو في هلاقيها موجوده معايا. طيب الكليب بورد هيستوري في بعض نسخ الويندوز لازم يتعمل لها اكتيفيشن، ويندوز 10 طبعا احنا بنتكلم عن ويندوز 10، فبكتب كليب بورد بخش عليها لازم اتاكد انها اون، لو هي اوف لازم اخليها اون. وبرضو اتكلمنا عن يعني ايه الجزئيه اللي تحت سينكرونايز اكروس ديفايسز، بنقول ان انا بص في الاجتماع ممكن بتاعنا اعمل كوبي من جهاز واعمل بيست في جهاز ثاني. طب خش ثواني هبعت لك اللينك، الصوت فيه على صوت الواتساب متدلي ننزل معانا نظبط. بعد اذنك، في حد صوته واضح بس عشان السلام عليكم. السلام عليكم. لا سينكرونايز هحاول اكروس ديفايسز. اسجله بس يخش. طب خش يا عم وخلص. السلام عليكم. وليد انت صوتك واضح، معلش معلش ما علينا. سينكرونايز اكروس ديفايسز، لو انا عندي اكتر من جهاز اقدر اعمل كوبي من جهاز وبيستنج في جهاز تاني. ازاي الكلام ده؟ الشرط الوحيد بتاعهم ان هم يكونوا داخلين على نفس الويندوز اكاونت. ويا ترى الكلام ده هيسري على الموبايلات؟ لحد وقت قريب مايكروسوفت اعلنت ان قريب هيكون الموبايلات دخلت، بس كل الديفايسز اللي هتشترك في هذه الخاصيه لابد انها تكون داخله على نفس مايكروسوفت اكاونت. بالنسبه للكيبورد هيستوري، ودي شرحناها في الجزء الاول. اتكلمنا عن حاجه تاني برضو مهمه وهي سنابن سكتش، ودي بديله للبرنت سكرين بتاعت زمان. كلنا عارفين البرنت سكرين، ولا هالي كلنا عارفينها؟ زرار برنت سكرين ادور عليه في الكيبورد هنا، هو ده تقريبا. مثلا ادي برنت سكرين اللي احنا عارفينه بتاع زمان، ادي صفحة الوورد، اسف، وادي البيست بتاع، كان تقريبا بيلقط لي صورة للشاشة اللي قدامي زي ما هي. طوروا الموضوع ده شوية وعملوا حاجة اسمها سناب اند سكتش. برضو اقدر اكتب سناب اند سكتش، معلش انا مش نختار سناب اند سكتش. سناب اند سكتش زي ما هو كاتب، ممكن ادوس ويندو شيفت اس، يعني بدل ما انا اختارها ممكن اشوف ان انا اعمل لها اكتيفيشن. لو قفلناها ماتش ويندو شيفت اس، ممكن اخد جزء معين اروح على الوورد برضو اقول بيست، ممكن كنترول ويندو اسف شيفت اس، دي اقدر اخد فري هاند كده بايدي برضو اجي على الوورد في اي حته بيست
ادي الجزئيه اللي انا عملتها ودي جديده ما كانتش موجوده، واقدر برضو اختار الويندو، وممكن اختار الفول سكرين. مش بس كده، ممكن اكتب برضه سناب اند سكتش هنا. بعد اذن حضراتكم الصوت يعني علشان مش هقدر اتابع. انا اقدر ان انا احفظها في ملف، واقدر اعمل عليها اي تلوين، هايلايت زي ما هنشوف. اهم ميزه اتكلمت عنها وهي ان اقدر اعمل كابتشر لاي جزء في خلال 3 ثواني او 10 ثواني. وده يفيدنا في ايه؟ كنا اتكلمنا عنه بخصوص الموقع بتاعنا، لان قلت ده اشهر مثال. في حاجات هنا بتجري وانا مش قادر اعملها، فلو انا عايز اكابتشرها لوحدها فما قداميش غير ان انا اقول له مثلا في خلال 3 ثواني. وعايز الجزئية اوتوماتيك هو جابها، واقدر ان انا زي ما قلت احفظها او اعمل هايلايت لاي جزء انا عايز اوضحه. وفي النهاية أقدر أحفظها كصورة بي إن جي في أي مكان وأقول سيف. سناب أند سكتش هو التطور الطبيعي لبرنت سكرين، وأضافوا عليها إن أنا أقدر آخد أي جزء منه بعد 3 ثواني أو بعد 10 ثواني وأحتفظ بيه في حالة إن الصورة بتجري أو مش قادر أعمل في بوب أب، أحيانا بيظهر لوقت قليل ويختفي. ده بالنسبة لسناب أند سكتش. اتكلمنا عن ساند بوكس. ساند بوكس كده بسرعة يعني هو عبارة عن فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين ده احنا كنا عاملين برزنتيشن ليه. حاول افتحه تاني. لو انا حد بعت لي ميل وفي برنامج اتاتشمنت، او بعت لي يو ار ال انا مش متاكد ان الموقع ده ممكن يكون فيه فيروس، او الاتاتشمنت او الابلكيشن اللي اتبعت لي على الميل ممكن يكون فيه فيروس. ف في الفيرتشوال ماشين دي ساند بوكس ده عبارة عن سيف زون، أنا هشغلها بحيث إن أنا عندي جهاز تاني جديد فاضي، وهشغل الابليكيشن اللي اتبعت لي على الميل أو الموقع ده، وأشوف هل هو فعلا هيأذي الجهاز ولا لأ. إذا عمل أذية أنا بمجرد ما بقفل خلاص كل حاجة بتتمسح، وهو عبارة عن ويندوز ومعاه براوزر بس. اشتراطاته بايخة في هاردوير وسوفت وير، لازم يكون مثلا 64 بيت بروسيسور و 2 سي بي يو كورز. يمكن الحاجات دي مش كلنا نعرف تفاصيل الهاردوير، ولكن يعني نقدر نقول لو جهاز حديث شوية كور اي 3 كور اي 5 كور اي 7
اعتقد بيسبورتوا هذا الكلام، واقل من كده كمان ممكن يشتغل عليه. بس تبقوا عارفين ان احنا عندنا شرط هاردوير، وعندنا شرط تاني ان في الويندوز 10 بيشتغل على البرو بروفيشنال اديشن والانتربرايز، ولكن الهوم اديشن ما بيشتغلش فيها، فلازم الويندوز 10 اللي عندنا ما تكونش هوم اديشن. ده بالنسبة للشرطين. بنكتب في السيرش تحت ويندوز فيتشرز، وبعد كده بنختار الويندوز ساند بوكس من الليستة دي، نحطه قدامها صح، نقول اوكي. هيفضل يجري كده شوية، وفي الآخر هيخلص. بعد كده ساند بوكس تاني عشان يشتغل، هو هيطلب ريبوت في النص، عشان كده في العملي حتى انا ما عملتهاش هنا. هكتب ساند بوكس هتظهر لي، اشغلها هتطلع لي كأني عندي جهاز جديد خالص زي ما اتفقنا. ديسكتوب في ويندوز اشتغل عادي جدا. هجيب كوبي من فايل، اعمل له بيست كنترول في، اشغله واشوف يا ترى البيهيفير بتاعه او السلوك بتاعه سيء ولا جيد، هيبوظ ولا مش هيبوظ. واذا كان حد بعت لي يو ار ال، انا عندي الاكسبلورر او البراوزر هيقدر يفتح لي اي موقع انترنت. ما لو حد قال لي طب لو انا معايا ملف باوربوينت او ملف وورد او ملف اكسل هيشتغل؟ هيشتغل لو نزلنا الاوفيس، يعني كأن ده جهاز جديد وهنزل معاه الاوفيس، في الحالة دي هيشتغل. بس احب اذكركم ان بمجرد ما بدوس على علامة الغلط او بعمل كلوز للفيرتشوال ماشين او ساند بوكس، كل حاجة بتتمسح وكل اللي عملته بيضيع. يعني ما وعاوز لو هجرب تاني هفتح ساند بوكس جديد ويبقى اللي فات مات، وهبتدي اجرب من جديد. ده بالنسبة للساند بوكس اهو، بعد ما باجي اقفله كل حاجة تروح لحالها وبيرمننتلي لوست، اقول اوكي وتمام كده. بأذكر حضراتكم مرة تانية بالإيميل بتاع مركز كمبيوتر كلية صيدلة بتاع سيادة المدير، داير كمبيوتر سنتر ات فارما سي يو دوت اي دي يو دوت اي جي. حضراتكم تصوروه بالموبايل أو تحتفظوا بيها وتعملوا له كابتشر، وات ايفر كانت الوسيلة اللي هتحتفظوا بيها، هتبعتوا لنا على هذا الإيميل اسم حضراتكم باللغة الإنجليزية بالكامل والبريد الإلكتروني اللي هنرسلكم عليه. وبكده ممكن نفتح باب المناقشة لو حضراتكم تحبوا تستفسروا عن أي حاجة. مفيش أي حد نفسه يسأل أي سؤال؟ ايوه، ممكن اسال انا سؤال استاذ عماد؟ اتفضل دكتور هاني. هو موضوع الكليب بورد ده اللي هو ممكن يعمل كذا بيست، ده مرتبط بالاوفيس ولا هو في الويندوز؟ لا يا دكتور هاني، هو مرتبط بالويندوز والويندوز 10، علشان كده عنوان المحاضرة ويندوز 10 فيتشر. يعني مش مرتبط بالاوفيس اللي نازل، يعني هو اي ويندوز 10 هيشتغل فيها حتى لو عملت كوبي لصورة أو كده، مش لازم تكست يعني. احنا عملناه على اكتر من حاجة يعني. ممكن صورة، ممكن تكست، كذا حاجة مع بعضها يعني. احنا في السلايدز عرضنا ان هو بياخد HTML وبيت ماب، وقلنا ان هي في حدود 4 ميجا. حضرتك كنت معنا في الجزء الاول يا دكتور عيني؟ بس بجد ما كنتش خدت بالي من المعلومة دي في الأول يعني. لا لا، في البرزنتيشن، هنرفع بإذن الله الفيديوهات بتاعة المحاضرة
كريفرنس مرة تاني تقدروا ترجعوا ليه. تمام، شكرا. أي حاجة تاني تحت أمر حضرتك؟ في سؤال تاني؟ لا شكرا، شكرا ماشي يا دكتور هاني. مستر عماد. اتفضل حضرتك. محمد شرباجي؟ شرباجي معاك. ايوه لا ازاي بقى؟ ازيك يا عمر؟ ازاي حضرتك انا يا دكتور؟ ما عنديش سؤال، انا عندي اقتراح لو تقدروا تعملوه. اولا انا باكنولوج جدا المجهود الممتاز اللي معمول النهارده، حاجه فيري بينيفيشال، واتمنى انها تكمل باذن الله. الحاجه الثانيه، كنت بقترح اذا تحبوا ان انتوا تطوروا الفكره بتاعت مجموعه الويبينارز دي، لان انا اتصور انها المفروض تبقى مجموعه يعني ان شاء الله. البلوج تحطوا عليه الحاجات دي، البلوج ده يتحول مع الوقت الى ليرنينج انفايرمنت، اي حد عنده شيء ضل الطريق في البحث عليه، بدل ما يقعد يدور في كل حته، المكان ده ممكن يبقى مكان من المناطق الثريه للبحث يعني. وشكرا ليك تاني على المجهود الرائع. لا ده ازاي يعني؟ ده يعني حاجة كويسة جدا وتهم ناس كتير، وأكيد ما فيش خلاف عليها يعني. اتفضلوا لو حد عايز يسأل برضه أي استفسار. أنا مش عارف العدد اللي معانا، متهيألي دلوقتي. اتفضلوا. استاذ عماد، بس هو انا كنت اتكلمت مع حضرتك امبارح ان في فيتشرز كتيره موجوده في الويندوز يعني، وحضرتك قلت ان في مكان يعني في زي مانوال او حاجه للويندوز يعني، فممكن تعرف الناس اللي موجوده معانا الموضوع ده يعني، لو حابوا يتعرفوا على فيتشرز تانية يدوروا عليها فين؟ مايكروسوفت نفسها، مايكروسوفت نفسها، مايكروسوفت ويندوز 10. انا حتى وانا بشتغل اعتقد ان كان في كليب بورد هيستوري ختم من مايكروسوفت نفسها، انا فتحت فعلا يو ار ال منهم. بس هو في الواقع مش كل الفيتشرز بتبقى مكتوبه باللغه العربيه، ففي ناس بتلاقي صعوبه شويه، فبنحاول احنا نبسط الامور ونشرحها مع بعض. ويعني مركز الكمبيوتر كان عمل كذا ويبينار قبل كده في ايام الحظر وكده، كان يعني بتبقى مفيده يعني للناس اكتر ما هو يدور بنفسه يعني. انما هي من مصادر، المصدر الرئيسي طبعا مايكروسوفت يعني، هي اللي بتعلن الحاجات دي يعني، هي ناس ما بتكتشفهاش بالصدفه يعني، ولو ان في حاجات ما بيعلنوش عنها بتكتشف بالصدفه. أسئلة حضراتكم؟ لو في حد تاني ولا كده؟ مفيش حد عايز يسأل؟
احنا لسه قدامنا وقت يعني، فانا مش عايز اقفل، قدامنا حوالي 10 دقايق او حاجه زي كده. طيب، حيث ان مفيش اسئله واستثنينا على كده، مفيش حد عنده اي سؤال، واحنا كده اتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن مع حضراتكم، وانكم تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في ويبينار اخر باذن الله في اقرب وقت. شكرا لحضراتكم.